بسم الله الرحمن الرحيم غزوة أحد أحد أحا خلد الغزوة غزوة دوية وفي شوال كانت غزوة أحد شوال بيتش أحا أحد أعدل الغزوة غزوة حيث خرجت قريش لتأثر لقتل بدر في نحو من ثلاثة آلاف رجل إشتاء قريش تهبا. قريش ناخ آرب إلى الأشياء شينا حل خياح قنيل شو كيرتك بدر أحا خيل عشان خيل دل شو زيد تانا بيقم ببصل دان بيقم بايش آر بوي لرا اسكر دو شا قو ازرا تغا شي تاو آر واتو المدينة مدينة حباح كرش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من سبعمائة من أصحابه إلى أحد وانخذل عنه المنافقون اشتفى يمر دحلو إلر تانا شيء تاني, آه شي تاني ورخ بع سحابي ورشا تان دحل أخرى وانخذل عنه المنافقون أما منافقنا خا يغب إلرون فيمر توبا يقرى حب إلر إشاء تو تبهرش إشا. وكانت الكرة أول النهار للمسلمين دحر <سؤال> كيالر دحر طولم بصونا غعبر إطوان دابول بالجخينح ثم امتحن الله المسلمين دلع الله لإرقى بصونا غزي ورد الكرة للمشركين الله هو كيالر مشركنا غي دعدلرون طولم تاك دعبلرون سلطع حتى أتكيف برا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكيف برا كيالر تيرا يشبه يمران تيقاتر نيستلر تيرا بيمر كوارت شو يرتع رتنا تجا يوحك صلى الله عليه وسلم وقاتل معه يوم إذن الملائكة اشتتوا دينها فأمرتا لغيتنا طوان باش مشركنا هم دوحال الملائكة شدرون الله هو داخكتا واستشهد سبعون من الصحابة تدين احقل غقل سحاب شخا شهيد شخلرون قوس غي ايت سحابي قل غرتو تدين احقل غرون حمزة بن عبد المطلب بامر إليه وش حمزة ورون قلغن الشهيد شخ ومصعب ومصعب بن عمير وانس بن نضر وحنظلة الغسيل وغيرهم اشتقل عبوش بو صحاب شق تدينا وابلى طلحة وابلى طلحة بن عبد الله بلاء حسنا يومها اشت طلحة طلحة عبيد الله ستدينا جوقع هيجرون حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رسول حقا آل أو أوجب طلحة وقال طلحة نا واجب خلق يلس من أخر ونحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الجبل سلط أحا فيما إجزاء شين دغغت دلشاء الشاء حالا دغش أغد الشاء شيئة ثاني بسن التوبة ثاني شيت بسن بل ثاني فيما لم لام بولچیک تیجرون اخود لامانه بولچ حلبایلر وكف الله أيد المشركين عنهم إشتى الله هو يغطي هرون مشركني أخيكش بصابنا الله هو لرأ برون مشرك بصابنا أخا وكان يوم أحد يوم يوم بلاء وتمحيص إشتى إدي در إز يوم أحد يأحوى داخل دور ديج أوغا خل دي در إزا جو زيش إزا امتحان الله يمتحن الله فيه المؤمنين الله زير ابو صوب نخزير تيغا ايمان دي زير زير الله واظهر المنافقين اشتا منافق ناخ حقو تشا بخرا الله واكرم من شاء بالشهاده اشتا شين لو شوغا شين لو تشارا خا الله هو شين لو تشنا دلا دلارونا شهيد خلا درجه دلارتو دينا حق الغرتاني ستامح وبعد الغزوة يتأمى عبال شو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج قريش مرة أخرى تقول تحفى يمر خزر خبر قريش يغى قانا دحل بوخش بو تمتاني يريدون استئصال المسلمين يسن يلشل إتاب إذا تارتان كيرتك يحقى يشهل لك با تارتان با بوخش بو ألا خزر خبر قيشر بيمره فخرج إليه مع ما بالمؤمنين من قرح سوت فيمرش رشيد بسم بوش وصحاب شتاني تان دوحال إذا مهت باخكا قيانا أنا دلحا شيء سن توبا سان حلو يلر فيمر فلما بلغ المسلمون حمراء الأسد حمراء الأسد أولش المهت دي بلغ ذلك قريشا قريش ناخي لعقية شري خبره